يا هلا، تفضلي تفضلي يا هلا بجاسم. جاسم يا هلا فيك، شلونك بجاسم؟ بخير، عساك بخير، شلونكم؟ والله بخير والله يسلمك. تفضل السريحي، اشوفكم بتروحون بعد. انا ايش قاعدني؟ انت ما عندك خبر؟ لا والله، ايش عني؟ يا معقوله ام احمد ما قالت لك؟ عاد لا والله حشا ما قالت لي. صاير ام احمد تدخلش عنك شيء؟ انا ما اصدق. لا حشا وكلا ما قالت لي، والله العظيم وستين كلا ما قالت لي. وي علي علي، ولدي لا من جتة. علي ولدك ليلة من جتة؟ مبروك. مبروك، عساه مبارك وسعيد يا ابو احمد. الله يسلمك يا ابو جاسم، والله يبلغك ان شاء الله بجاسم ولدك، ويبلغك ان شاء الله بكبيرهم وصغيرهم. الله يسلمك. بس يا ابو احمد، ما قلتوا لي من اللي خطبتوه حق علي الله يسلمك؟ بعد اكو غيرها؟ بدور. بدور؟ اي بدور بنت خالته ام محمد. بدور بنت خالته ام محمد؟ ايه بدور يا ام جاسم، ايش فيك؟ ايش فيها بدور؟ والله ما ادري ايش اقول لك، بس بدور ما تحل على علي. شنو؟ بدور ما تحل على علي؟ يا اخي ما تدرون ان بدور راضعه ويا علي؟ انت من صدق تقولين هالكلام يا جاسم؟ هو انا كذب عليكم؟ شوف عيني هذه وهذه، يوم ان ام محمد بالمستشفى بدور ام علي الله يرحمها ويقمد روحها لنا قاعده ترضع بدور، حتى علي بحضني وهي قاعده ترضع بدور. ايش هالحكي اللي قاعد تقولينه يا ام جاسم؟ اللي اقوله لكم اللي انا شايفته بعيني هذه وهذه. متى صار هالحكي هذا؟ متى صار هالحكي؟ صار هالحكي الله يسلمك يوم متخابر ذيك السنه، يوم تروح ام محمد المستشفى. اي فعلا، حتى كانت بدور صغيره وكانت الله يسلمك قبل لا تروح المستشفى جابتها عندكم بالبيت، عقب جابتها عندكم بالبيت من يرضعها؟ ما كله ام علي الله يرحمها يقعد تروح لينا ابن الرياح، ورفعنا راسها في اليوم الفضيل حتى قامت ترضعها قدامي انا، قدامي انا، ما حد قال لي. انتوا لا تروحون تسوون شغلكم من دون ما تشرون احد. بس ام علي ما قالت لي هالكلام هذا. والله عاد يا ابو احمد، هي قالت لك ما قالت لك؟ انا ما كاري منكم، انا قلت لكم وبريت ذمتي. الحين انا شو اسوي؟ ابا عليك بس يا ابو احمد، الحين ام جاسم قاعد تقول لك هالحكي، وبعدين انت عارف ام جاسم مره مصليه وصايمه وتخاف ربها. انا ماني شاك في كلامها، بس ام جاسم، اكو احد يعرف عن الموضوع هذا اللي قلتيه؟ لا بالله، ماكو احد، ما كل انا بروحي، انا اللي شفتهم بعيني، ماكو احد غيري يعني. الحين دبروني شو اسوي؟ شنو الطريقه؟ المله هناك قاعد ينطرني. شوف يا ابو احمد، احسن شيء تتصل في ام محمد وتقول لها. هذا احسن شيء. الو. ايه الله يسلمك. ها علي؟ ايه موجود. لا الملا بعده ما وصل، يقول علي انه بيتاخر. شنو اشوى؟ ايش علي اشوى؟ ها يا ربي. خالتي شو السالفة؟ لا ماكو شيء. ايه شنو؟ شو تقول؟ انت تقول هالكلام؟ انت متأكد ان هالكلام هذا؟
لا ما فيني شيء، راسي قام يدور من هالحكي هذا. لا 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 ما يحتاج تيون. لا علي، اي تبيه؟ حاضر علي، ابوك يبيك. الو، هلا يبا. لا والله لا، من الحين ما عرفت السالفه. شنو؟ ليش عاد؟ شنو؟ أقول هيا لهذه المفاجأة اللي قلت لي عنها. إيش فيها؟ هي عجبتك؟ أحتم بالعكس، والله يا جاسم كل شي فكرت فيه إلا هذه. أبيك تعرفين مقربط الحيل قيمة أم جاسم. هو وأنا مقصر عليك بشيء؟ لا هالشيء، لا بالله ما قصرتي، لا أنت ولا رجلك بأحمد، خيركم علي. بس ما كملتي لي السالفة. إيش أقول لك؟ أمس عقب ما طلعتي من عندي، إيه؟ يا علي، إيه؟ الله لا يوريك، يا ويها معتفس وسيدة دخل داره وقعد طول الليل ما نام. قمت حيلك مثل ما قلت لك، قاعد سهران ما نام للصبح. والحين الحين هو نايم؟ لا يا ام جاسم، من الصبح طلع مع ابوه. فكه. بس بقول لك شيء، لا تزعلين مني. او ليش؟ هالايام انت تنسين ولا تناسي؟ لا والله حشه، يمكن ناسي. قالت لي شيء وانا ناسي. وين اللي وعدتيني عليه حافظ؟ ولا يهمك يا ام جاسم، باكر ولا عقب باكر اروح انا وياك السوق وتشترين اللي عجبك انتي، مو انا اللي عجبك تاخذينه لك، من الدينار لل 500. ما قصرت، وعسى عمرك طويل. ولا يخليني منك عاد. انا بروح يا بنيتي. تو الناس، انت تين دقيقتين عندي وخلاص بروح. الناس ظهر، خليني اروح احسن لك. حياك الله. الله يسلمك. الله لا يسلمك، الله لا يسلمك ولا يسلم منك مقزب. قلت لك يا يمه، أنا قلت لك إن قلبي كان حار. الله لا يوفقك يا مجاسي، الله لا يوفقك. عقرب أمل حلي زراعة الشك والحجر، ما احنا قادرين نكذبها ولا احنا مقتنعين بكلامها. بس يا بنيتي، بس بس الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. لكن والله يا انطلعتي كذابه يا مجاش، لا اخذك وامصع رقبتك من مكانك. ويا عمتي انت ومنتم قصرين علي بشي ابد، الله يطول في اعماركم. الثياب ترس الكبت، بس انا هذه حالتي، ما احب الكشخه، ما احب الكشخه. اغسل دشداشتي مني والبسها مني، اي لان ما اروح مكان، ما اروح السينما ولا اروح مكان ثاني، ولا اروح حق بندر، ما اروح لحق بندر، بندر يجيني وبس. هذا انا عمتي الله يهداك. وانا اذا بقيت اطبخ ولا بقيت عشان في المطبخ، اغسل يديني بصابون، اغسلهم تمام والحمد لله. انتم والسلام عليكم ورحمه الله. خلاص؟ ايوه خلاص. سالتك سؤال واحد، عساك عمرك ما لبست، شو اسوي فيك؟ قلت لك البس دشداشه، غير هالدشداشه اللي عليك. قعدت قريت لي جريده، مو سؤال هذا. انا ذاك اليوم عمي قال لي غيرها، وقعدت ثلاث ساعات انا ويا حديث على الدشداشه. انزين انت ويا عمك. يا لا تعبوني وطقوني ولا تسوون. اقعد، لا تقعد تملق علي. اللحم خلص ولا بعد؟ لحم عمتي، عقب ما نظر اللحم جبت العيش وكبيت عليه، كل شيء جاهز. بعدين اكلت شويه. هي اكيد يعني شيء غريب عليك. لا علشان اذوقه مالح، ما اسق سبحان الله. زين زين. وشلت لك من الجدور اللي قلتي لي، الصغير الصغار الجدور، مرق وعيش والصحون كلهم غسلتهم. غسلتهم؟ اي. جهز كل شيء؟ كل شيء جهز اللي قلتي لي. اول مره
تصير تفهم. دام اني افهم عمتي ابي زياده معاش. يعني مو مكفيك اللي قاعد اعطيك اياه؟ كراميه كلها كراميه، انا بدرجه هاي درجه. عمي انت اسمع الحين، انت اخذنا بالحكي اللي هالفعم المدرسه، روح يجيبهم. حتى الارئيبهم تعطوني درجه. يلا روح يجيب لي هال المدرسه درجه. علي يا هلا يا هلا بولدي علي. الله يحييك يا خال. علي ايش فيك ضايق خلقك؟ يعني انت ما سمعتي بالخبر؟ سمعت. ايش نسوي يا ولدي؟ ما تقول لي ايش نسوي. انا ليش يصير فيني كذي؟ شنو مسوي انا علشان يصير فيني كذي؟ ليش؟ شنو مسوي في دنيتي علشان؟ احمد ربك يا علي، احمد ربك ان صارت السالفه هذه قبل ما يتم كل شيء. والنعم بالله. بس انا يا خالتي شعرت بالذنب في نفس اللحظه اللي سمعت فيها الخبر. وانت شو ذنبك؟ ما ادري ما عاد لعين اطالع بدور، ولا ما عاد بدور تطلع اختي. أفا عليك أفا عليك يا علي، أنت من أول واحد ولا آخر واحد اللي يصير معاه كذي؟ يا مناس صار معاهم مثل ما صار معاه. أفا عليك بس يا علي. أي رسالة؟ أبوك وين الحين؟ أبوي قاعد مكتب، قاعد عنده شوي ضاق خلقي، طلعت تمشى وصلت البيت وانا ما انزين. عاد يا وليدي مو زين تسوي في عمرك كذي. يلا الحين اروح احط لك قدع علشان التقدي. لا يا خالتي ما ابي قدع. لا لا ما انا مشتي. ما يصير يا علي، لازم تاكل يا وليد. تقعد كذي مو هو بزين لصحتك. لا ما يصير، على قلت تاكل يعني تاكل. انا الحين اروح انشب لك. ها
علي. علي تعال تعال يا علي تعال تعال يا وليدي يلا. ايش فيك بس قعد؟ ما صارت هذه. يلا اكل لك لقمه. يا خالتي انا قال لك ما انا مشتهي، ليش كلفت على نفسك؟ ماكو كلافه يا وليدي، بس مو هاين علي اشوفك قاعد تبكي ضايق خلقك، وصار لك كم يوم ما اكلت، لازم تاكل يا وليدي عشان ترد روحك. ما يكفي انك توك طالع من المستشفى، تبي ترد مره ثانيه لازم تاكل. يلا اقعد. حسين كذي طول النهار قاعد بدون اكل، الزم ما عليك صحتك يا وليدي. يلا 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 يلا. والله ذكرتني بأحمد ونادي، وكلي وكلهم بيدي. لا خلاص خلاص يا حليلك يا علي، بس لازم تاكل زين، ألزم ما عليك صحتك يا وليدي. مو بزين علي صح سمع؟ إن شاء الله. يلا خليني أشوفك تاكل، أنا ما أطلع لمن أطمئن. إيه الحين تمام. أقول علي أنا الحين بروح المطبخ علشان أذهب غدا أخوانك وبوك زين؟ ما شاء الله هني هني صحة وعافية. هلا صحة وعافية يا عم كذي احنا نبيك كلها تاكل. الله هداك. هلا قعدوا قعدوا خوش تغدوا الحين. يلا تغدى اكلوا وياه مره واحده احسن ما ننشب مرتين. عطنا عطنا صبر عمي خليني احط غدا وياي من دام غدا زاهد. هذا حقك احمد، هذا حقك ناديه. عطنا قفشه. هذه قفشه احمد، هذه قفشه ناديه، هذه قفشه ناديه، هذه قفشه. حط مرق، انا احط لها كلها مرق. يلا اكل يا نادي اكل اكل يا نادي. يلا يلا احمد اكل كلو. اكل بعد الحين كلي سو كلي 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 طبعا يعني من المدرسة اميتني يوم. عجزت منها، عجزت والله يا عمت، وانا قاعد ابي تاكل شيء ما اكله. عصير يبت له ما يشرب. بدور 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 يا يمه يا يمه، مو زين عليك تسوي من نفسك كذي، لا اكل ولا شرب، حتى الصايم يفطر. هلا متى ابني تسوي من نفسك كذي؟ غصبا عني يا يمه. انا ادري، لكن شو الفايده الحين؟ اللي صار صار واستوى. لا يا يمه، انا قلت لك من الاول، قلت لك ان المساله فيها سر، وهم ارجع اقول لك ان سالفه الجاسم فيها سر بعد. لا وسر كبير بعد. زين شنو السر هذا؟ ما ادري يا يمه ما ادري، بس المساله مساله الجاسم هذه مو داشه مخي، واقول ان كل الكلام اللي قالته من عندها. انزين وش حقه تقوله؟ وش فايدتها اذا انت ما زوجتي علي؟ اكيد هي ما بتستفيد يا يمه، بس رفيجتها ام احمد هي اللي بتستفيد. كلام عمتي بدور صح 100%، اكيد متفقه ام جاسم وام احمد من شان ما يبون عمتي بدور تتزوج عمي علي. يلا عاد يلا يلا عتب، انت ايش دخلك بالموضوع؟ ايش اللي دخل عصك بشيء ما يخصك؟ انا شي دخل نصك بعصي؟ انت نسيتي اني يعني انا مربي عمتي مثل بنتي؟ هذا اللي بيضط شبدي بندرا، للحين انا فلت عليك الطفايه وفلعك، ذبحتني كل دقيقه والثانيه. انا مربي عمتي بدور انا وانا بالله هني شنو شغلتي؟ أقشر بصل؟ لا عمتي أنا يقشر بصل، بس أنا يعني قصدي لا قصدك ولا ما قصدك، قصدك قوم ذهب لنا القدا. يلا حاضر على أمرك. يلا على أمرك عمتي. يلا يا بنتي يلا يلا يما يلا قومي. سالم 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 سالم, سالم.
العالم. تعال قول لي شفته؟ شفت عيال ياكلوا معاني؟ ها شفتهم قاعد ياكلوا معاني؟ قول الحجه الكلام انا اسمع يعني ذبحهم ذبحهم يعني ذبح عيالي ذبحهم من ذبحهم؟ من ربه ذبحهم. علي وينه؟ علي وينه؟ وين علي؟ وين خسر علي؟ وين لا اكيد عمتي جنت ذبحتهم يا المجرم. ذبحت عيالي مجرم. منهم ذبحتهم؟ شنو؟ كلش مكنت عيالي. منهم؟ ايش اعطيتهم؟ والله ما اعطيتهم. والله ما اعطيتهم. ما اعطيتهم شيء. ما اعطيتهم شيء. ما اعطيتهم شيء والله العظيم. انت ذبحت عيالي. عيالي انا بنتقم منك. انا اللي بذبحك. بنتقم انا اللي بنتقم منك. ما سويت لهم شيء والله العظيم. والله ما سويت. ما سويت شيء. من ذبح عيالي؟ ما ادري. انت ايش اللي اعطيتهم؟ انت ما ادري. انت اللي وكلت عيالي. زين ذبحهم. يقول ذبحهم. من وين عمتي؟ من عمتي واحدة ذبحهم. وين عمتي؟ عمتي راح تذبحه. ما ادري. بكرة عمي. بكرة عمي عليهم. شبيكم؟ شبيكم؟ شبيكم الحق لي يبا؟ شبيكم؟ يبا؟ ذبح عمي. قضبة. شبيكم؟ ذبح عيالي. قضبة. ذبح. بروح اتصل بالشرطة. تعال. قضبة. قضبة للحاج. يبا. والله العظيم ما سويت شيء. ذبحت عيالي. والله يبا. ذبحت عيالي. لا والله يبا. لا يبا. ذبحت عيالي. لا يبا. لا والله. عيالي. يا رب انا سويت. عيالي. عيالي يا حضرة المحق. عيالي. أنا سويت فعلي هذا يزاي عذرة البعض هذا يزاي طلعته من المستشفى ويبت البيت ودرت بالي عليه وصرت لسستة وصرت لخادمة وصرت لأم وصرت لكل شيء بالبيت هذا يزاي عذرة البعض. هدي نفسك هدي نفسك يا أم أحمد. هو كان في أي مستشفى؟ هو كان كان في مستشفى أمراض النفسية. زين قولي لي شو اللي خليك تتأكدين إن علي هو اللي سوى في عيالك كذي؟ يا حضرة المحقق أنا بالنسبة لعلي مرتبو وانت تدري شنو المرتبو. يعني كل اللي صار بس لان انت مرتبو؟ ما ادري بس يمكن حب ينتقم من مجاسم وما قدر. مجاسم؟ من هو مجاسم هذي؟ مجاسم هذي خالتي ومربيتي يوم أنا صغيرة. وهو ليش يبقى ينتقم من أم جاسم وما قدر مثل ما تقولين؟ ما أدري مثل محاسب بس بيجوز علشان أم جاسم قالت عم بدور بنت خالته إنها رابعة معه. يعني وقفت في طريق زواجهم؟ طبعا يا حضرة المحقق لأنه مو معقولة واحد يتزوج أخته. Thank you.